كما كتشوف دابا هذا الحضور ديال الوحده العسكريه الطبيه هنا في مدينه اشبيليه، يعني في مجموعه من مدن اسبانيا المشاركه ديال الوقايه المدنيه كيقوموا بمجموعه ديال الجولات هنايا في المدينه من اجل التتبع ديال انتشار الفيروس. وهنا باش تعرف ان هذا الفيروس هذا ماشي خفيف، يعني ماشي كما يقول لك فيروس عادي، هذا فيروس اللي هو قاتل، يعني يقدر دابا يصل واحد المرحله يعني درجه قاتله. ولهذا ف الدعاء ديالنا للجميع انه يمتثلون يعني قدر المستطاع، يمتثلون يعني التوصيات ديال الدول ديالهم، يجلسوا في الدار اذا كانوا غادي يخرجوا من اجل يعني حاجه مستعجله الاعمال، من اجل انه يمشي من فرماسيان، من اجل انه يمشي مثلا شي حاجه مستعجله، ماشي غير خارج فقط باسيو يمشي للتجمعات ويجتمع على الناس، لان صراحه هذا الفيروس هذايا يعني هو كينتشر بواحد الطريقه يعني سريعه. دابا حنا في اسبانيا هنا كينتشر بواحد الطريقه سريعه، دابا علينا يوصلوا مليون شخص زائد الوفيات، وفيات اللي هي واصله في الحدود 400 وفيات. ايطاليا دابا كينتشر فيها بشكل سريع كذلك، فرنسا هي ماشي انتشار سريع. اذا بالنسبه للدول اللي هي باقي ما يعني ما انتشرش فيها بشكل سريع، المغرب، تونس، الجزائر، الدول اللي هي باقا ماشيه في طور يعني في التطور، انا يعني كان صائح ان الدوله خاصها يعني تاخذ الامر بجديه، وانها خاصها يعني تحمل المسؤوليه، والمواطن كذلك خصو يتحمل المسؤولية. تحياتي.